عرف نفسك. صلاح الشريف. راس الصلاح جاي النهارده عشان اقف مع الشعب والجيش المصري ضد الطغيان الصهيوني الاسرائيلي اللي احنا يعني كنا ساكتين بقالنا 30 سنه بنتمنى ان احنا كنا نقف هذه الوقفه من زمان عشان رفع كرامتنا وكرامه امتنا العربيه والاسلاميه ضد الطغيان والظلم والتكبر الصهيوني اللي هو زاد عن حده، واحنا جينا دلوقتي علشان نعيد كرامه الانسان المصري وكرامه الجيش المصري وكرامه الشعب المصري وكرامه الامه العربيه والاسلاميه. اسمي رضا زكي محمد، مصريه وعربيه وبحب مصر وبحب الدول العربيه، واللي بيحصل ده بيعتبر استهتار بمصر بصفه عامه والعالم العربي بصفه خاصه. شكرا. انا اقول الله يخرب بيتك يا نتنياهو، روح اشوف فيك يوم يعني روح نار جهنم وتحيا جمهوريه مصر العربيه. مشكلتنا مع اسرائيل مش مشكله عالم، العالم ده ممكن ننزله نقول راح يتغسل ولا السفير طلع يصيف. مشكلتنا مع اسرائيل في الاسرى بتوعنا في 67 لما داسوا على المصري بالدبابه. مشكلتنا معاهم نحرر القدس بتاعتنا، مش مشكله عالم ولا سفير ولا يحزنون. مصطفى محمد. مين ده رئيس الشهيد الجندي الشهيد طه محمد ابراهيم؟ مات في سينا اول امبارح الساعه 3 الفجر وهو بيتسحر بعد ما سلموا السلاح والذخيره. ضربوهم الاسرائيليين بالطيارات بالرصاص المطاطي. يضرب لك ايه؟ ابن خالي وزميلي في نفس الوقت من المعصره حلوان. تم دفنه ولا لسه؟ تم دفنه امبارح. كلمنا عنه ده صاحبه. انا احب اقول لك ان طه محمد ابراهيم عبد القادر احلى شاب في مصر او خلقته الامه العربيه كلها. هذا الشهيد من ابنائنا، كان اول جندي مش قادر اقول لك ايه كان هناك في القاعه بتاعته. ما فيش اي حد من جندي كان بيصوم. هو سبحان الله هو كان الشيخ بتاعه في الامام. ايوه اساسا هو فرد اتصال، عائلته كلها مؤمنه بالله، فهو اساسا كان مش عارف يعني اوصف لك. كان محترم جدا يعني. الشهيد طه كان فرد اتصال، ما كانش معاه سلاح، اتضرب بالنار وهو معاه سلاح، ولو معاه سلاح ما معهوش ضرب امر، عسكري محترم، عسكري علم الدنيا كلها تصوم هناك، المصحف ما كانش بيخرج من جيبه، ما كانش بيعيب في حد، ما كانش بيغلط في حد. طيارات اسرائيل كانت بتخش 50 متر من قدامهم من فوق دماغهم، ضرب النار عليهم مش عارفين يعملوا حاجه، ما معهمش سلاح يردوا. عايزين نجاهد، احنا عايزين نجاهد، ده اخونا الشهيد واحنا عايزين نجاهد عشانه، عايزين دمه، وبنطالب بطرد السفير الاسرائيلي وتنزيل العالم. وتنزيل العالم.